العربي واحدا من أعرق الموروثات التي يعتز بها العرب بل ويتفاخرون بها، لا سيما وأنهم خلدوا به معلقاتهم وتاريخهم وسيرتهم، وزاده تقديسا أنه خط القرآن الكريم وخط اللغة التي جمعتهم بكل ما فيها من فنون أدبية متنوعة. يتميز الخط العربي بجماله ووقع يختلف فيه عن باقي خطوط العالم. هنالك من ولدوا ولديهم موهبة الرسم بهذا الخط، فعرفت فيه أسماء كثيرة خلدتها الكتب وخلدوهم أنفسهم من خلاله، بل وظهرت للخط مدارسا وكتاتيب عريقة توارثت هذا الفن الجميل الأصيل وحافظت عليه. دخل الخط في مختلف الفنون الأخرى كالزخرفة والنحت، وكان لأرض الرافدين الباع الطويل في ظهور وإنتاج خطاطين عرفوا على مستوى عالي، حيث شارك الكثير منهم في أغلب المعارض المحلية والعربية والعالمية. وظهرت في العراق خطوط كانت ولادتها هنا كالخط الكوفي المعروف، فيما تم تطويع خط الثلث الذي يعد من أصعب الخطوط. يعتمد الخطاط على قياسات والتزامات ومهارات وقيود تعتمد في أغلبها على حرية وإبداع الخطاط، ولا بد أن تستوقفك لوحة تفنن فيها من خطها لتمتع ناظريك بهذه المهارة التي قد لا يجيدها الكثير. الخط العربي حفظ للعرب تاريخهم وكان ولا زال هوية الأمة التي تنطق بالعربية. لفنجان الصباح، منشد الأسدي، العراقية الإخبارية.